مش انا قلت لك مفيش هنا تاني؟ والمنطقة دي ما تعتبهاش؟ وانت كمان فاهم ولا مش فاهم؟ ولعوها! تعملوا ايه؟ لا انت لا انت فين يا فلان؟ انا مبوز قدامك يا معلم. فين الرجاله يا فلان؟ سامحني يا معلم، ما كانش معايا رصيدك اللي بقى. عم أيوب هي الدنيا ضربة كده ليه؟ عم أيوب رد علي مالك عم أيوب؟ ما تخافيش يا حلوة، ده أنا. ايه في ايه؟ انت مين؟ اركب عربيتك وشوف لك ركله في مكان تاني. انا بركن هنا كل يوم يا عم. مقفول النهارده، في صيانه. صيانه ايه؟ انت هترغي؟ اتكل على الله. بقى انا فناطك وانا طائك وافتح لك طاقه القدر وانت تعملي معايا الدنيا. جريان يا زباش، هو انا كنت عملت ايه يعني؟ خلي الحوار في الدغري عشان الكلام يجي في العدل، لان اي حوادايا معايا اخرتها سد. ونعم الشريفه ما عملت حاجه، ده انا بنت غلبانه بجري ورا لو بتعيش. الكلام ده تقوليه لاي واد كوركي تسلميه، انما مش لنيازي. ابوس ايدك سامح المره دي. هي المره عندي مره واحده بس، والبرهان قدامك اهو. جتة ملهاش متوى وبيتكو خلاص بقكم تراب. يعني انت دلوقتي يا حلوة بقيتي في الطل صلت مالت. ابوس ايدك اعتبرني ما دسحت رجليك، سامح المرة دي اعتقني. ابوس ايدك الله يخليك. ما تخافيش، انا مش هموتك برصاصة ولا بضربة سكينة ولا بضربة مطوة ولا محروقة. عارفة كل ده ليه؟ لان انت غالية عندي قوي، انما انا بقى هموتك موتة عالكيف. أصل العيال اللي ورايا دول كل واحد فيهم عاوز حتة منك. يلا يا أولاد اتعشوا، حاولي اعملوا كل اللي نفسكم فيه عشان أنا عايزة تموت بمزاج. يا باشا حكومة. إيه؟ حكومة. اخلع أنت وهو حكومة. كانوا هنا يا باشا. هم راحوا فين؟ معرفش. والجراج ده بيبقى ضلمه كده على طول؟ عمره ما كان ضلمه. طب قدام وريني. اتفضل. تعالى. عملوا فيك ايه ولاد الكلب دول؟ دول شلطتوك على الاخر. خدوني على اخوانا يا بريزة. خدوني على اخوانا ولاد الكلب. خلوني خلوص ابو شرطه. الهبه راحت يا بريزة. الهبه راحت خالص يا اختي. دول الناس ايديها طايله، ده انا فلتت بمعجزه. بس الناس دول مش هيسيبوني ولا هيسيبوكي. طب والعمل؟ انا رايي تكتلك قد شهر شهرين، ان شاء الله حتى سنه. كنت فين يا اخويا؟ هو احنا لينا متوى تانيه؟ ما انت لو كتيتي هنا هيجيبوكي وساعتها مش هيبقى فيه معجزه. فدي كده ما انت شايفه كده، خلوصي ما بقاش خلوصي، قدامه فتره عشان يرجع تاني. دول قتلوا ام ايوب، خانقوه بحبل وانا شفته بعيني. الحكومه قلبت الدنيا على الموضوع ده وعايزين يجيبوا كل اي حد ليه علاقه بالموضوع. يا من هي يا ربي متقفله من كل حته كده ليه؟ انت لازم تسافري لك سفريه بعيده يا بريزه. وده جيبها منين؟ متلاقيش بطاقتك اللي معايا اديت على واحد حبيبي يطلع لي الجواز وبعد كده احلها الف حلال. خش يا اختي، عايزك تتكني لك هنا يومين كده لحد ما ادبر لك موضوع السفريه دي.
انت ما لقيتش غير الاموات تحشرني وصيهم يخلصي. على الاقل يا هبله ما حدش فيهم يفتن عليكي، ولا الحكومه ولا رجاله نيازي. انا قلبي مقبوط والنبي ما تسيبني. يا بنت هسيبك فين؟ وبعدين احمد ربنا ان احنا حيين، ده احنا كان فرد الكعب وننام جنبهم تحت. خلص المصلحه وارجع لك على طول. طب هو انا مش عندي ليك فلوس؟ اديهم لي يا اخويا وانا اخلص نفسي. تخلص نفسك من ايه يا هبله؟ وانت في فكرك هيسيبوكي؟ ده انا اول ما يشموا ريحتك هخليكوا تحصلي على عم ايوب على طول، ده غير الحكومه كمان. تشوف يا اخويا. ايوه عايزك تعالي كده واسمعي كلام خلوص يا حبيبك. خلص المصلحه ورد على طول وهجيب لك لقمه معايا. يلا سلام. كلاتها ببان منفذة على بعضيها، واحنا يا دوب رايحين جايين جايين رايحين. ما تاكل حتة اللحمة الحلوة دهي. الله يرحمك يا عم أيوب. يا لهوي مين؟ خفيش يا بيت، في ايه بس؟ سلام على أهل السلام. تأخرت ليه يا خلوص؟ عم سرعة بريزة أختي، ما انتي شايفه برجل واحده خلاص، ولاد الكلب خلوني زي العجزه. الله يخرب بيت ابوهم. خدي جايب لك لقمه ببيت. انا مش عايز اكل، انا عايز امشي من هنا. هيحصل سون يا اختي، انا ظبطت لك الموضوع مع الراجل وباذن الله هتهج قريب. ههج اروح فين؟ بلاد الله واسعه يا اختي، اضربي لك بس انت شقتين الفول دول ومالكيش دعوه بالباقي. هو انا كل ما اسالك سؤال تغزلني وتوهني يخلص لي؟ لحد ما نجيب الجون بعون الله. نفسي اعرف بتفكر في ايه يا خلوصي. هقول لك، بس انا عايزك تضربي شقتين الفول دول وترزعيني شويه عرقسوس كده لحسن ريقي ناشف، وتصلي على اللي يشفع فيكي. اللهم صل عليك يا نبي. انا في دماغي كده شويه ترتيبات، لو حصلت كل حاجه هتتظبط باذن الله. خلوصي انجز يا اخويا وهات من الاخر. انجز يا اختي، ليسن تو مي. يا اختي اسمليتين اسمليتين يا اختي. يا اختي اسمليتين اسمليتين يا اختي. اسمليتين يا اختي. اتفضلي يا اخواتي. اسف يا اخويا اسف. انا شفتك فين قبل كده؟ اخصى عليك، لحقت تنساني؟ ده انا ازعل منك واخد على خاطر. لا لا مش نسيك، انا فاكرك قوي. ايوه انا فاكرك قوي قوي. تعالي تعالي. عندك؟ لا يعني انت ما تجيش، انا عايزها هي. ايه هلا ده؟ انا بشبه عليك، انا شفتك فين قبل كده؟ انا؟ اه. انت قصدك اللي كان بيطبل؟ ايوه. لا مش انا. انا صح، التاني كان بيطبل. صح عندك حق. انت بتمطول. صح. بقول لك يا اخويا. نعم. كنا عايزينك كده نفك معاك في كلمتين جوه. لا ما انا هفك معاها هي، خليك انت. الله. عايزك تركز معايا كده، عشان ايه؟ الموطوة دي بتشتغل لوحدها. لا يا شيخ، هندخل نتكلم كلمتين ونتكل على الله على طول. يلا بينا. كلمة سر؟ كلمة سر؟ سر؟ أصل ده كلام سر ما ينفعش أنت تسمعه، عشان أنا وياه نتكلم كلام سر. أنا ليه حاسك هتبوسنا كده يا أخويا؟ بقول لك إيه؟ إحنا نسيبها هنا وندخل وأنت نقول كلمتين سر. لا بس منظرك هيبقى بايخ لو جيت معانا، أنت حر. أنا مش يلا بينا. هنرقص جوه، هنرقص. يا أختي يا أختي يا جمال أمك. ما خلاص بقى يا عم، غني من قلبك أنت. صوتك لحسن نايم. هو مين اللي نايم؟ اللي جوه لحسن يصحى. هو مين اللي يصحى؟ مغاوري مغاوري يا اختي اسمعلي. طب يلا بينا يا اخويا. وطي صوتك، خليك انت معاه عشان لما يصحى تدينا خبر. هو مين اللي يصحى؟ اوه ده انت غبي. تعال خش برجلك اليمين يا حبيبتي. مش بقول لك الباب ما يسقناش احنا التلاته؟ خلاص ندخل انا وانت يا اخويا. تعالي تعالي. كلمة وملهاش تاني، يا تقول لنا المحروس ابن اخوك فين، يا ابعتك زيارة على جهنم كده تتدفى هناك براحتك. مسافر والله، انا اللي طلعت له التذاكر بايديا، لو كنت اعرف كانت انقطعت ايدي قبل ما اطلعها. راح بالراحة يا خلوصي، على الراجل مش مستحمل منك زقة. ده العشان برضو يا اسد. بقول لك ايه يا سحابس، بص لي كده يا اخويا في عينيا. الله
طول عمري كان نفسي حد يقول لي سي حافظ من غير قلة أدب. الدكتور عمر سافر فين؟ جزيرة بعيد. يعني بعيد فين يعني؟ عصبي عصبي قوي قريبك ده. عصبي عصبي والله عصبي. أول ما بيعمل كده على طول مصريني بتمشي وركب بترعي. ألف سلامة على ركبك يا أخويا، خليك معايا. حاضر حاضر يا بقولك يا ريس، أنا عايزك تركز وترطق ودانك في الكلمتين اللي باريزة هاني ما هتقولهم لك دول. حاضر. بص يا أخويا، أنت لو ما قريتش على مكانه بكرة الصبح السدي هيكون على مكتب كل دكتور في المستشفى وفي إيد كل واحدة اتعالجت عنده. ساعتها بقى الفضيحة هتكون للراكب، ففتح مخك كده وقر هو فين. حاضر حاضر. انتوا مش خدتوا منه قرشين؟ عايزين منه ايه تاني؟ ما تسيبوه في حاله. انت مالك انت؟ مش شغلك ده، ده مش شغلك. انا اقول لك يا صحاب، بص يا اخويا، اصل بصراحه كده الدنيا مزنقه معايا حبتين وشكلها كده متقفله على الاخر وما فيهاش خرم ابره، فيرضيك بردك الدنيا تمرمط فيا؟ يرضيني شو لي يا صحافظ؟ خلاص تبقى تقول لي هو فين يا صحافظ. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.